السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذنا الغالي وحشتنا. تسلم يا باشمهندس، ده احنا تلامذتك، العفو يا أستاذ، جزاك الله الله يكرمك يا خير. أستاذ، الله يكرمك يا أستاذ الفضل. نبتدي ان شاء الله. أيوة إحنا مشوقين، اتفضل. احنا يا جماعة النهاردة هنتكلم عن هنتكلم كلها عن السيستم سيت اب، اللي هو سيستم فاريبلز. ايه سيستم فاريبلز؟ ديت المتغيرات في الاوتوكاد اللي بتظبط الاوتوكاد. يعني ايه برضه؟ الموضوع مش واضح. الاوتوكاد عامل زي ما بيقولوا صندوق جحا، هو فيه كل حاجه موجوده، انت عاوز ايه منهم؟ يعني مثلا هنبتدي، احنا عندنا اليونتس هنا ايه بالانش، تمام. انا عايز الاوتوكاد يفتح على الاوتوكاد على يفتح الملي مثلا، عايز اغير ده من غير الويندو. نيجي نبص عليهم كده في اكسبريس تولز سيستم فاريبل، اهي سيستم فاريبل اديتور، دي المتغيرات الجهاز اللي بيظبط بيها الجهاز نفسه لما يجي يفتح. طب هما كام؟ هو ده كله كتر قوي طبعا، ما حدش هيعرف، يعني صعب انك تقعد تقراهم كلهم، ولكن انت بتقعد ايه تعرف واحده واحده. يعني مثلا سي تاب اهي ديسبيد اوف ذا موديل از موديل اور تاب سبيسيفايد لي اوت. سي تاب از تيبيكالي يوزد فور كاستين في الليسب بنعملها دايما. طب ما نيجي نخش كده نجرب، هنكتب هنا نكتب سي تاب ونقول هنا، بص هتلاقي تحت بيقول لي ايه انتر نيو فاليو. لو مثلا كتبنا حاجه يقول لي انفاليد. طب ما تيجي نغير دي نخليها واحد، ونكتب سي تاب. شفتوا راح للموديل ازاي؟ هنا هنكتب تكست اهو عشان نبقى عارفين موديل. انا تكتب تكست سامعيني يا جماعة؟ الو سامعيني؟ ايوه هندسه، صوت حضرتك واضح. طب كويس، هنا هنكتب سي تاب، هيقول لي انت واقف على اهو نقطع الفاليو اللي هو السي تاب بتاع الفاليو اللي هو اللي اوت اللي انت واقف عليه رقم واحد. فانا هكتب اقول له ايه موديل سايد بيبر بليز بيك انجلش. هكتب موديل انتر، راح محولني فين الموديل. طب انا هستفيد منها ايه دي؟ هنستفيد منها في حاجات كتير هنقولها بعدين، بس انا ماشي بالراحه في الحته دي عشان تبقى واضحه وسهله، تمام كده يا جماعه؟ دي موجوده. طيب هنشوف حاجه تاني، عايزين نجيب على الاكسبريس تولز، نقول له تولز سيستم فاريبل اللي هي يونتس مش باينه، يبقى نكتب ايه يونت، ننزل كده تحت يونت
تمام يا جماعة، دي حاجات بإيه؟ الأسناب مثلا أهي، دي determine whether object snap are available or geometry in DWF وهكذا. تمام يا جماعه؟ يعني انتوا ادركتوا الحته دي؟ نمشي واحده واحده فيهم كده، هنلاقي ايه ده كل واحد بيشرح. طب نشوف الشاشه دي اصلا ايه، هنا بيشرح لي الفاليو في الحاله، الكرنت فاليو، انيشال فاليو، دول طبعا دول كلهم رمادي ما بتغيرش، دول الثابتين. طيب ومكانه فين؟ في الريجستري بتاع الاوتوكاد. ونوعه ايه؟ انتجر. انتجر يعني رقم، رقم صحيح اللي هو 1 2 3 4، مفيش 1 و 2 من 10، 3 و 4 من 10، هو انتجر. ليه؟ لان هو بيبقى مجموع الارقام دي. يعني لو عايز حاجتين من دول بكتب مثلا عايز رقم كام؟ اكيرو اللي هي نو ماتيريال، دي 3 دي كونفرجن مود، 3 دي كونفرجن مود. تمام، نو ماتيريال بكتبها 0، ماتيريال اند لايتنج كونفرجن بكتبها 1، يو ار برومبتد تو كونفرت، لو انت عايز لو عايز يسالك خليها رقم 2، يبقى انا هغير رقم 2 هنا لو انا عايز رقم 2. تمام يا جماعه. طيب Please speak English. في واحد بيطلب مني System variable is controls the AutoCAD in the beginning. So we can change, we can how to find it. هستفيد ايه من So we can change it from Express menu, then tools, then system variable. Okay, so we can select one of them, so we can change. This is the C date. C means current date. We can see year, month, day. Okay, مهندسه شباب بتقول هنستفيد ايه؟ هنستفيد منها دلوقتي، هتشوفيها حاضر في اما يجي نشتغل بالليسب وتعريف الليسب والحاجات دي كلها هنعرفها وظيفتها ايه. طبعا هي شكلها تقيله شويه او مقيت شويه بس هنستفيد منها. طب الحاجه الثانيه في الكوماند الايز اديتور، ده اللي بنقدر نغير بيه طب نشوف الكابي هي ايه الاول. الكابي سيو، فانا عشان اخدها للسي هنا هاجي الاول اغير السي الاول، فهقول له اديت في السي هخليها سي سي. تمام، اقول له اوكي. يبقى كده حول لي السيركل لسي سي، هنقول له اوكي يس. طب نجرب السي كده، ده سيركل كده. طيب نقفل الاوتوكاد ونفتحه تاني. مهندس شيماء هنستفيد منها ايه؟ احنا دلوقتي هنتكلم ونقول هنتكلم عن الليسب دلوقتي. هنتكلم عن الليسب، وبالليسب ممكن نتحكم في الاوتوكاد ونتحكم في السيستم فاريبل دي، السيستم فاريبل نخليها تتخصص الاوتوكاد بطريقه انا عاوزها. احنا واقفين على 14 ما اتغيرتش. لسه متعرفة، احنا عايزين نعمل الكابي بقى الاول، نرجع للكابي تاني نخليها ايديت، نخليها سي بس.
كده هو كان محجوز للسي في الاول، انا لينا تاني السي ريفير تو كوبي هنا. تمام، يبقى سي وعلق مش عارف ليه شهر 14. اوكي يس اوكي اركل اهي نقول له كونفيرم. اوكي اوكي سي بقت كوبي اهي يا جماعه، عايزين نعمل سيركل جديده هنكتب سي سي هنكتب السي. طبعا كل حاجه هنا ممكن نغير لها براحتنا، وده اللي بيحب يعمل شورت كات جديده بيعملها هنا. تمام يا جماعه، وبنبتدي نغير في كل حاجه في الحته دي، والتشيك بوكس ده دايما نسيبه عشان يعمل كونفيرم كونفيرمنج ويغيرها في نفس الوقت. طيب هناخد اوبشن، انا طبعا حبيت ناخد نفتح بقى الليسب، احنا عايزين نعرف هو ايه الليسب. الليسب هو يا جماعه الليسب اول نفتحه ازاي، من قائمه تولز في اوتو ليسب في فيجوال ليسب اديتور. الفيجوال ليسب اديتور ده هو طبعا الليسب هو ممكن نعمل له اديت باي برنامج بيدخل اي برنامج بيعمل ايديت للتكست، ولكن الليسب اديتور ده احسن واحد فيهم لانه بيبين الوان. هنعمل مثلا نفتح واحد جديد تمام، ونفتح واحد موجود عندنا الاول، يعني من الاول عندنا خالص. هنقول مثلا طبعا الليسبات عندي مجمعها ما تيجي نجيب بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه على طول. هنا support lisp ده اللي احنا عايزينه بقى، ده هنحدد بيه اللي احنا عايزينه اهو. احنا بالشكل ده نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. طيب ده شكل الليسب، بص هتلاقي فيه ايه، في لون ازرق، ده الكوماند اللي موجود اللي هو سيستم فاريبل اهو، سيت فاريبل سيستم فاريبل، وبعدين ما بين عامل تنصيص كده، ده السيستم فاريبل بتاعنا، وبعد كده قيمته اللي عايزين نحطها بيه. تمام، طيب نبتديه ازاي؟ لازم ناخد فكره عن الليسب الاول، ان هو الليسب بيتكون من ايه. في حد اشتغل بالاكسل؟ نهلة مهندسة نهلة عمار، احنا نعمل بس جزء بسيط في عشان نعمل الفاريبلز بس. المهندسة نهلة بتقول هنعمل الاثبات جديدة، ممكن نعمل اثبات جديدة، بس احنا بداية بس هنحط ازاي اعمل ازاي احط السيستم فاريبل، ازاي اظبطها عشان نفتح الاوتوكاد معايا بسرعة بالطريقة اللي انا عاوزها او بالامكانيات اللي انا عاوزها. لكن ازاي نعمل الاثب جديد دي ان شاء الله كورس موجود بنحضره دلوقتي وهنعلن عنه ان شاء الله في بيم ارابيا. طبعا هتاخدوا فكره عنه طبعا في وقته امتى، بس نتحدد نتفق بس على الاطار العام بتاعته وهنعمله ان شاء الله في البيم ارابيا. ده كليزم جديد، لكن هنا هناخد جزء محدد بس اوتوكاد بالليزم. الليسبات هو زي الاكسل، لو حد فاكر الاكسل لازم نفتح قوس ونقفل قوس يشتغل على كده. طب ممكن نحط جوه قوس تاني ونقفل قوس تاني، لكن ما ينفعش افتح يعني مثلا هنا كام، في هنا اتنين مفتوحين واتنين مقفولين، ما اقدرش احط واحد كده كده مش هيشتغل. ممكن اعرف
الامر اللي انا ماشي فيه. فانا باجي اعمل دبل كليك جنب القوس بيعلم لي انا شغال فيه. بص يا جماعه لاحظوا هنا هتلاقي في علامة ظهرت هنا. قفل تاني. شوف طب لو شلنا حرف منهم لونها اسود لسه ما عرفش شنو هو امر. هقول له سيستم فاريبل قوس بعدين نعمل عايزين نكتب عايز كده دايما كل ما يعمل هاتش يعمل له سند تو باك. ليه؟ اما اجي اعمل التانجل كده مثلا في اختيارات هنا يبقى جاي جاهز عندي تمام. فانا اعمل ليه انا بدور على السيستم فاريبل اللي بيعمل الحكايه دي هجيبه ازاي؟ انا نفسي طبعا الاوتوكاد هنا الاوتوديسك هتجيب لي النولج ديسك بتجيب لي سيستم فاريبل اللي بنتكلم عنها اقرب حاجه نتكلم عنها. السلام عليكم مهندس حسن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت بس بيقطع شويه عند حضرتك. طيب شوف كده النت ممكن يكون ضعيف ولا حاجه. حاضر معلش بس ممكن اهي تمام. تمام كده يا جماعه. فاحنا ايه بنبتدي نعرف بندور هنا ونشوف اللي احنا عايزينه كنترولز ده امر ثاني مش عايزه انا ده. فابتدي ادور بقى يا جماعه هنا لغايه لما اوصل للامر للسيستم فاريبل اللي عايزه اللي هو بتاعنا ده. فانا دورت عليه وجبته طبعا دي مجموعه سيستم فاريبل مجموعه سيستم فاريبل انا بتحكم بيها في الجهاز. طبعا الملف ده انا هرفعه لكم عشان لو حد هيبتدي منه او يكمل عليه. طيب انا عايز اعمل سند تو باك الاختيار رقم واحد. طب هاخد ده سيستم فاريبل ده اخش على الفاريبل اديتور واقول له هات لي ده هيديني الاختيارات بتاعتي هنا اهي نفس الاختيارات اللي جوه الهاتش اديتور. ده هاتش اوف or file is not assigned to draw order مش فارقه معاه send to back 1 send to back 2 3 send behind boundary 4 bring in front of boundary. هنا الاختيار كام؟ 3 اللي هو send behind boundary. تمام تيجي نغيره اهو هاخد دي كده هعمل طبعا انا بقول طب اما نيجي نحدد اما في قوس بدايه او نهايه نعمل دبل كليك جنبه بالظبط هيتعلم كله في الامر ده الزوار ده بيعمل ران امر. تيجي نشوفه تاني بقى عامل ايه دلوقتي هناك. واحد هنا هو اصلا هو واحد اصلا هنغيره نخليه حاجه تانيه نخليه مثلا 2 ونقول له رن كده بقت نمبر 2 اختيار 2 اهو. شفتوا يا جماعه اختيار بقى عامل ازاي؟ بقى الاوتوكاد بتاعه اصلا هو الديفولت بتاعه بقى 2 فكده بيحول لي الديفولت لاي. فانا ممكن بقى بعد كده ايه
كل يوم كده اقعد اشوف لي كام واحد من دول ماشي، وابتدي اشتغل عليهم واشوف انا هجمع. طبعا الحاجات دي انا جبتها من كتر ما بشتغل وبدور على حاجات، فرحت بجمع المجموعه دي. الفايل ده انا هرفعه لكم، طبعا انا هشيل منه حته صغيره اللي هي دي، اللي طبعا دي تبقى خاصه بال محمد هدير حيدر، خاصه ببرمجه معينه في الليسب عندي. تمام، فانا هعمل كده وهرفعه لكم مع في الملف. طبعا هنقرا هنا وظيفته ايه وهنقدر نحطه. طيب ناخد فكره بقى استاذ عن الليسب بقى. الليسب ازرق والمتغيرات لونها اللي هو بنفسجي كده، والقيمه بيبقى لونها اخضر. تمام، طيب ده امر لون ابيض، الصفحه ورا لونها ابيض، او الكتابه اللي ورا ورا الكتابه لونها ابيض. وفي كده في جماعه الحته دي نكمل عليه حد كده. تمام يا جماعه، مهندس هناء صوت مش واضح. حاضر، نبتدي نقولها تاني. نقول ملخص اللي احنا قلناه. هنقول ملخص للموضوع الليسب احنا بنشتغل بيه عشان نحدد جزء من الليسب اللي احنا بنعمله. طيب جزء الليسب من وظائف الليسب ان احنا ممكن نستعمله ان هو يظبط السيستم فاريبل بتاعتي. السيستم فاريبل هي ايه؟ هو الاوامر اللي بتخاد بيظبط لي الديفولت الحاجات اللي عنده، كل الديفولت اللي عنده على الاوتوكاد بيظبطها لي. تمام؟ زي ايه؟ زي دي مثلا ميرور تكست، لو خليناها زيرو نخليها 1. فاكرين يا جماعه التكست ميرور تكست دهيت؟ لما يجي نعمل بقى ايه ميرور نكتب تكست هنخليها 1 ونقول له ايه ده رن هنا. نيجي نعمل ميرور اهو، خدت بالكم يا جماعه؟ طيب نرجع نغيره تاني نخليه زيرو. نعمله رن، ناخد نفس التكست اهو رغم انه كوبي ونعمل له ميرور. هيحصل ايه؟ التكست هيكتب زي ما هو عادي. فانا طب كده ممكن اعمل ايه بقى؟ طب انا ممكن اعمل ليسب زي ده، وبكده ضمنت ان اي ملف افتحه لو حملت ليسب ده في الاوتوكاد اضمن اي تكست هاجي اعمل له ميرور هيتظبط على القيمه زيرو. وصل كده يا جماعه الفكره؟ وصلت الفكره كده يا جماعه؟ مهندس حنا ماشي يا باشمهندس انا بعتذر ليك. المهندس حنا حاضر. باشمهندس حنا كده وصلت الفكره يا باشمهندس؟ طيب احنا عايزين تاخدوا الملف ده. طبعا انا هسيبه لكم بالحاجات اللي فيه لو حد عايز يغير منها حاجه ياخدها
بيحملها عنده. طب هنا جه بص يا جماعه هنعمل ايه؟ اهو في قوس هنا زياده هنعمل له ديليت كده. المنظومه بتاعتنا اهي هنقول له سيف از عشان احط لكم على الديسك توب عندي بس عشان ايه ما يتلخبطش على السيستم اللي عندي. ونبعته ازاي ابعت فايل يا جماعه؟ احنا كان ظاهر هنا نعمل فايل ابعت فايل. ازاي ابعت فايل يا جماعه؟ مش انا كان هنا في زرار مكتوب عليه فايل. طيب لغايه لما نلاقي حل هنتكلم في الباقي وبعدين نبقى ايه نرجع. طيب خدنا الكوماند اليز اديتور وخدنا طبعا بالترتيب عشان بس نظبطهم. خدنا سيستم فاريبل هي سيستم فاريبلز والسيستم فاريبل اديتور والكوماند اليز اديتور وانتروداكشن تو ليزب. طبعا ده اللي هنحتاج طبعا في الليزب ده اللي هنحتاجه بس دلوقتي لغايه لما نخش بقى في الكورس بتاع الليزب نفسه. طبعا هنتكلم عن الليزب باستفاضه والاور بتاعته والسيستم ازاي نشتغل وازاي نعمل ليزب وهنوصل لمرحله ان احنا نعمل ليزب كامل متكامل حسب كل واحد احتياجه. تمام نخش بقى ايه فاضل الاوبشن ديالوج بوكس. مش ان البوكس بقى دوت صعب يعني ايه هو تولز اوبشنز المتغيرات فيه كتير قوي بس اهم حاجه لازم نعرفها طبعا عشان هندخل في البرمجه بقى شويه. احنا دخلنا في البرمجه دي حاجات عاديه احنا هنسيبها احنا عايزين نخش في البرمجه هنا شويه. هنا بيحدد لي الملفات اللي انا بشتغل عليها يعني ايه وكده لما يجي يفتح يبتدي يتعامل مع الملفات اللي عنده بيبتدي يقرا السبورت الاول. فدي الفايلات اللي عنده الفولدرات اللي بيقرا منها حاجات في الاول خالص. فانا لازم اما اجي اعمل احط له ايه طبعا مش لازم احط هو الاوتوكاد نفسه بيحطها وبيجهزها. اما نيجي نعمل لما نيجي نشتغل في الاسم هنبتدي نقول يعني ازاي نحط هنا الحاجات دي كلها بس لازم نبص عليها ونشوفها. الوركينج سبورت فايل سيرش تراستد لوكيشنز دي عشان لما نحط ليزب جديد فبنحطه بيتضاف هنا عشان كان في زمان ليزبات بتتحط فابتدى يوقفها بالحته دي تراستد لوكيشن دي. ديفايس درايفر دي الدرايفرز بتاعت الاوتوكاد. بروجكت فايلز ده امتي يا جماعه ده التمبليت لما نيجي نعمل التمبليت بتاعنا نحطه هنا في الحته دي. drawing template file location اهو ده التمبليت بتاعنا الفولدر بتاع التمبليت اهو. الشيت سيت طبعا ده احنا لسه ما خدناش شيت سيت. تمام يا جماعه كده. طيب نيجي على الديسبلاي. في حد عايز حاجه معينه في الاوبشنز؟ شكرا شكرا يا باشمهندس حنان اهو فتح الفايل هبعته لكم. فايل سكسسفولي ازاي احمله بقى الليزب ده؟ في طريقتين للتحميل هي ابلكيشن لود اي بي بي لود اهي. في طريقتين يا اما عايز احمله في وقت مره واحده بس الليزب ده يتحمل في الفايل ده بس فهحمله على طول كده ادوس عليه واختاره واقول له لود كده اتحمل مره واحده. دي طبعا الدراسه البات اهو هنشوف هنا كان ليه موجود اهو اقول له اوكي كروس نفتح الاوبشنز كده نشوف الفايلز تراستد باث دي اللي بنحطها اساسيات يلا المفروض حط هنا بقى اللي طبعا لسه ممكن ما يكونش اراهم مع بعض. ممكن لما نفتح نقفل الاوتوكاد ونفتحه تاني هتظهر هنا. تمام. طب الطريقه الثانيه
ان انا اخليه يشتغل مع كل فايل اوتوكاد افتحه. فهقول له ازاي؟ فاول ما افتح الابلكيشن هنا هقول كونتنتس او زرار كونتنتس دوت، هدوس عليه هقول له اد واختار الفايل. كلوز كلوز كده الملف ده هيتحمل. كل ما افتح الملف اوتوكاد الملف ده هيتقري معايا في السيستم فاريبل. طبعا انا ممكن اقعد اشوف بقى السيستم اللي انا عاوزها او الحاجات اللي انا عايز متاكد منها واحطها في الفايل ده وهتشتغل معايا على طول. لحد كده واضح يا جماعه الموضوع؟ لحد كده واضح؟ في حد ما وصلوش النقطة دي؟ حاضر. في حد عايز يستفسر عن حاجة معينة؟ ازاي نخلي الليزب شغال معانا على طول؟ هنعمل ابلكيشن لود اهو عادي تظهر معانا الشاشة دي. لو عايز الليزب ده يشتغل معايا في اللوحة دي بس هقول له لود كلوز وخلاص على كده. تمام. طب لو عايز يشتغل معايا على طول هختار هفتح برضو نفس الحكايه ابلكيشن لود ولكن هدوس على كونتنت هقول له كونتنتس اد واروح على مكان الفايل انا حاطه هنا على الديسكتوب هقول له السيستم دوت اهو معايا هقول له اوبن وبعدين خلاص اتحمل هنا اهو ومكتوب هنا ايه variable list was added to the startup suite اهو. تمام كده كله ايه كلوز. تمام كده نقول له كلوز في كل ملف نفتحه هكذا هيقرا معانا على طول. ولكن لو في اكتر من ملف مفتوح مش هيكون فيهم. لو في اكتر من ملف مفتوح مش هيقرا الملفات الثانيه، لازم اخش على كل ملف واحمله فيه. ولكن بعد كده لما افتح اي ملف جديد اوتوكاد هيتنفذ عليه الامر اللي جوه الليزب. تمام كده يا جماعه؟ طيب حته تقال صغيره في عن الليزب هنا برضو. لو جبنا اي ليزب انا جالي ليزب ما مش عارف هو بتاع ايه، اولا انا عايز اشغل الامر بتاعه هعمل ايه؟ هقول له افتحه. افتح اي ليزب عندي مثلا هنا دي فيها ليزبات دي فيها ليزبات اهي جيت سلوب مثلا فتحته اهو. انا الليزب ده جالي ممكن افتحه حتى بالاديتور العادي مش لازم بالاوتوكاد هنا. هنا اهو في ليزبات اهي السلوب دوت افتحه افتحه دبل كليك عليه هيفتح لي بالنوت باد عادي اهي. طب انا عايز اعرف الامر ده الليزب ده بيشتغل ازاي؟ هعمل فايند اديت فايند واقول له دور على سي نقطتين فوق بعض سي نقطتين فوق بعض وهقول له فايند جابها لي اهي. لما يجي سي نقطتين فوق بعض يبقى اي حاجه بعديهم هو ده الامر. طب اعمل فايند نيكست كمان عشان في امر تاني ده جوه الكلام برضو لا خلاص يبقى كده ايه هو موجود واحد. فهاجي هنا يا جماعه بس عشان نكبر الخط شويه عشان نشوف الفونت هنخليه مثلا جبتها هنا. اما الاقي مقوس مفتوح وكلمه ديفان موجوده وبعديها مسافه يبقى نفتح قوس نكتب ديفان مسافه وبعد كده سي نقطتين فوق بعض
يبقى كده ده امر التشغيل بتاع اللزب ده، واروح هلاقي اللي مكتوب هنا هو ده اللزب. مفيش مسافه هنا، هنا مفيش مسافه، كده غلط، ما ينفعش، لازم نخلي بالنا. والكلمه كلها وبعدين في مسافه وبعد كده في قوس تاني، يبقى الكلمه دي هي الامر تشغيل اللزب. تمام كده يا جماعه؟ دي لما عايز اعرف الامر تشغيل اللزب المغزه هولوتون سيف طبعا، عايز اعرف امر تشغيل. سامعني كده يا جماعه؟ ايوه هندسه، صوت حضرتك واضح. طيب كده عرفتوا ازاي نجيب امر التشغيل اللزب؟ طيب لو ما فيش زي ده على طول كده ما فيهوش حاجه، نعمل الفونت الصغير عشان نشوفها اهو، ده ما فيهوش ديفان ولا اي حاجه. هعمل فايند كنترول اف سي نطفيهم في بعض واقول له فايند، يقول لي ما فيش. يبقى الاسم ده بيشتغل لوحده، بيشتغل لوحده زي اللي احنا عاملينه ده بالظبط، ده بيشتغل على طول مش محتاج امر تشغيل ليه. تمام كده يا جماعه؟ من باشمهندسة هند مش فاهم، ممكن بس توضيح تاني؟ اتفهمت يا جماعه الحته دي؟ في حد مش واضحه عنده الحته دي، الجزء ده بتاع ازاي نعمل لزب فيه الفاريبلز بتاعتنا؟ تمام. يبقى كده الموضوع باشمهندسة شيماء. تمام. طب احنا خلصنا غطينا النقطه دي. طب عايزين نرجع للنقطه دي يا جماعه، حد نزل كيف انا عارف الاختصار؟ اختصار لايه؟ اختصار اللي هو اللزب، اللي هو امر تشغيل اللزب. المهندس عمر بيقول كيف نعرف الاختصار؟ اختصار التعريف اللزب اللي هو امر تشغيل اللزب. حضرتك عم تسال تقصد كده؟ طيب حد يا جماعه، احنا حد نزل الحكايه دي عشان نشتغل عليها؟ تاني حاضر. احنا عندنا جالي، انا في لزب جالي اهو دلوقتي، تمام، مش عارف ازاي اشغله. انت نزل، انا نزلته خلاص من واحد بعت لي لزب معين، فانا عايز اعرف بيشتغل ازاي. هاي جالي لزب اهو، كل اللي هعمله ان دبل كليك عليه، دبل كليك تمام. هروح عامل كنترول اف اللي هي فايند، وادور على سي نقطتين فوق بعض، سي فور كوماند، سي اختصارا لكلمه كوماند. هو دايما اللزب بيعتمد على اختصار الاوامر اللي عنده، هو بيقراها بس هو عنده ممكن نحط اختصارات ليها. فهو دلوقتي بقول له دور على الاختصار بتاعي ده، دور على الكلمتين دول، فيقول لي اقول له فايند اهو جابها لي هنا. فهشوف عايز اعرف هدور على ايه؟ اشوف لو سي نقطتين فوق بعض دي فيها قبليها قوس وبعدين كلمة ديفان مسافة سي نقطتين في بعض، يبقى ده أمر تشغيل اللزب. يبقى اللي موجود بعديه دهوت هو ده أمر تشغيل اللزب. ممكن يكون كلمة صغيرة، ممكن يكون كلمة طويلة، نفتح واحد تاني نجرب فيه. الإثبات عندنا كتير ما شاء الله، الحمد لله تمام. مش عايز يفتح معانا، تفتح يا حمد الحاج أهو عشان زعلك. إيه رأيكم نفتح تاني؟ ده هنصغر شويه بس عشان نشوف فونت، هنخليها 14 مثلا كده. واضح؟ تمام. هاجي اقف في الاول خالص، احط الماوس في الاول خالص كده واقول له كنترول اف سي نقطتين في بعض، اروح جايبهم على جنب كده عشان اشوف، واقول له فايند مفيش، يبقى ده ما بيشتغلش
ما فيهوش امر تشغيل، فهو بيشتغل لوحده. تمام كده يا جماعه؟ نشوف واحد تاني. اهو بي لاين 3 دي 2 دي اهو، هنقول له كنترول اف فايند اهو جابها لي بي بي ال 3 2. في حاجه تاني؟ اه بيقول لي مفيش. انا كده يبقى ده امر تشغيل بتاع الليسب ده اسمه بي ال 3 2 كده يا جماعه. تمام، وصلت الفكره؟ تمام. المهندسة طيب، في كام مهندسة سألت بتقول احنا بنعمل ايه للحاجات دي؟ وصل كده يا باشمهندسة؟ تمام، عرفنا السبب اللي احنا شرحنا فيه السيستم فاريبل الأول. طيب نشوف النقطة اللي بعديها. layout dealing with reference external reference والbinary insert. layout هو ايه؟ لو نفتكر يا جماعة زمان كده كانوا ايه، اما كنا بنيجي نخش في الكلية ونيجي نعمل عملية إخراج فنرسم الملفات بتاعتنا على 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 سكتش مثلا، فبنرسم سكتشات وبعدين عايز اعمل لها اخراج، فجايب مثلا لوح كانسون اللي هو عندنا بيسميه مصر كانسون او فبريانو مش عارف يسموه ازاي، اللي هو الورق الناشف السميك، نروح قاطعين منه قاطعين فيه برواز ونحط اللوحه بتاعتنا ورا البرواز، وده اللي بيعمله اللوحين اللي هم الفنانين التشكيليين لما يخلص لوحته ويحب يحطها في فريم بيعملها بالطريقه دي. نفس الحكايه بتحصل هنا في الاوتوكاد، نفس المبدا قاله لنا، قالوا لنا هترسم في الموديل هنا براحتك وبعد كده تدخل على حاجه اسمها اللاي اوت تشتغل فيها براحتك وتطلع فيها الشغل اللي انت عايزه. بس اهم حاجه يا جماعه لازم احدد حجم الورقه اللي هشتغل عليه، لازم انا عايز الحجم الورقه اي 3 اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 لازم احددها من هنا. فلازم طبعا انا هكون في شركه فانا في فريم عندي فلازم احط الفريم هنا، بس الفريم بيتحط سكيل 1 تو 1. ازاي يعني؟ تيجي نفتح يا جماعه مشروع كده ونشوفه. كنترول او اوبن اهو projects. مثلا فريم انا ظابط واحد اسمه انا، طبعا ده مشروع عندي شغال عليه، فانا بظبط الفريم الاول عشان اخده اكس ريف عندي، هقول له اوبن. طيب هجيب مقاسات الفريمات دي ازاي الاول عشان ابقى عارف نفسي بشتغل ازاي؟ هقول له برنت، انا مش عارف المقاسات فانا اكتب كنترول بي برنت واختار برنتر اللي هو دي دبليو جي تو بي دي اف عشان يقدر يجيب لي كل الاوراق، وبعدين من هنا ابتدي اختار حجم الورق اللي انا عايزه. انا عايز مثلا اي 1 اهو، الاي 1 مقاسه كام؟ 841 في 594 840 في 590. فانا هروح ارسم خط هنا كده، خط هنا كده اهو اوفست 840 في كام يا جماعه؟ انا نسيت الزهايمر بياكل الواحد، في 590 يبقى العكس بتاعنا
اوفست في 590 اهو. ده كده ده حجم الورقه دلوقتي اللي انا هقدر اعمله اللي انا عايزه اللي هو الحجم الاي 0. يبقى لازم كل الشغل بتاعي جواه في الحته دي. طيب وبعدين ناخد بعيد شويه كده. البدايه دي لازم تكون من تحت شمال موف، اقول له من هنا الى الزيرو زيرو انتر، جايبها لي هنا. هات كليك وسناب سيتنجز. في ناس لما اجي اعمل يا جماعه هنجربها كده عشان نشوفها. فينا ريليتيف وابسوليوت، انا مخليها ريليتيف عشان نشوف الفرق فين. نقول له اوكي وناخد ده مثلا حته بعيده كده، نقول له موف من هنا الى مكانه، برده ما اتحركش من مكانه. اعمل تاني من هنا اقول له الى 0.0 مش هيجي معايا ليه؟ هدوس كنترول رايت كليك للماوس، واخر حاجه خالص اسمها اوبجكت سناب، واختار في الديناميك انبوت سيتنجز واخليها ابسوليوت كوردينيت. ده معناه انه بياخد مقاسات من المنطلق الزيرو زيرو، لان هو دايما بيعتمد لو هنا ريلاتيف هيعتبر ان النقطه بتاعتي نقطه الماوس اللي انا دايس عليها دي وبياخد ليها، عشان كده بنقول له ات كذا يعني من النقطه دي. ولكن انا عايز اعملها ابسوليوت عشان تريحني وتاخد علاقات على طول. واقول له اوكي واقول له اوكي. تيجي نجرب تاني كده، نقول له موف من هنا الى الزيرو زيرو اهو نقلها. يبقى الفريم بتاعي لازم يكون هنا. ناخد المقاسه برضو يا جماعه، الديستانس دي اي من تحت خالص تحت شمال لفوق يمين، هيجيب لي تحت المقاسات اهي 840 في 590 تمام. في حته بلايند في الـ في الاوتوكاد، فهنعمل اوفست 10 مثلا. يبقى كده الحاجه اللي جوه الفريم ده هي اللي هتظهر معانا. نجرب، نقول له كنترول بي ونختار اي 1 ايزو اي 1. احنا بنشتغل على ايزو دايما يا جماعه. ناخد ويندو من هنا لهنا ونقول له سكيل 1 تو 1 فيت 1 تو 1. نقول له بريفيو. الفريمين مش ظاهرين، معناها ان ايه؟ ان هنا هنلاقي هنا في الاكس والواي هنا في 15، يعني لسه عايز 20 كمان عشان يبتدي يظهر. نقول له اوفست 10 كمان اهي. نشيل ده ونعمل خط بس عشان متاكدين ان احنا تمام اهو. هنعمل خط وهمي من هنا، نقول له كنترول بي. بريفيو اهي يا جماعه ظهر الشكل بتاعنا تمام كده يا جماعه. ده خط وهمي، ده خط رئيسي بنشتغل جواه. يبقى هنحط الفريم بتاعنا جوه الشغل ده. لو طلع كبير شويه انا هكبره شويه بس كده الاول. طبعا ساعات بيبقى الناس بترسم فريم كبير شويه صغير شويه، احنا عايزين نظبط مقاساتنا ونظبط كل حاجه بتاعتنا تمام. فلازم يا جماعه الفريم، في ناس فريم عندها بيعملوا كده ساعات عشان عايز يجيب على قد الرسمه كده، ما ينفعش. انا لازم الورقه تبقى على حجم الطباعه. ده لما يجي يطبع بصوا يا جماعه هيجيب عامل ازاي الطباعه.
بص، يا اما قطع من فوق، يا اما لو جبناه فيت تو بيبر هيبقى عامل ازاي. فده ما ينفعش، فلازم لما نيجي نعمل ناخد مساحات على قد الستاندرد العالمي اللي نشتغل عليه. طيب هنقول له موف ده هنا من هنا الى الزيرو زيرو. اكبر من الزيرو زيرو هعمل له سكيل ستريتش. ان كان بقى اللي هبتدي اظبط بيه الطريقه بتاعتي اهو. كده الفكره وضحت يا جماعه؟ دي البدايه بتاعتي. بعد كده بقى احط هنا الحاجه اللي انا عايزها. طيب انا عايز ده اعمله اكس ريف بقى، انا عايز اخد الفريم ده ثابت في المشروع كله عشان يساعدني في الشغل. ليه انا باخده ثابت في المشروع؟ لان هنا في نوتس مثلا عايزه تتغير، يعني لما احط مثلا مكانها النوتس وعايز اغير الابريفيشنز عايز ازودها. الريفرنس طبعا دي حاجات ثابته الفريم، لكن كخطوط، لكن ككتابات متغيره من لوحه للوحه، يبقى مش هعملها هنا موجوده. ها ها تمام. كل دي طبعا المالك والاستشاري والمقاول، المقاول الرئيسي والسب كونتراكتور والمقاول الفرعي. هنا بقى هنيجي نبص هنا يا جماعه، هنلاقي في حاجات هنا متغيرات متغيره من لوحه لكل لوحه للوحه. يبقى هنا الريفيجن ده يبقى هشيل دي، هعمل لها ديليت كده مؤقتا لان هي ثابته ولا مش ثابته، هي متغيره في لوحه من لوحه للوحه، يبقى هسيبها اشيلها من هنا. التاريخ طب المبدا السكي دي طبعا هعمل لها A1 فهنخليها A1 زي ما هي. الدروم باي والتشيك باي طبعا متغيره. تمام كده يا جماعه. يبقى انا كده خدت طبعا البروجكت ثابت في اللوحات كلها لان ده مشروع ثابت. فعندي مشروع ده 24/06 ده مشروع ثابت، رقم مشروع ثابت في كل اللوحه، في كل لوحات المشروع. متفقين كده يا جماعه؟ لحد كده ظبطنا ايه الفريم وعملناه فريم لوحده في حته لوحده. هنعمل له سيف اس بس كده عشان ايه ما نضغطش الشغل بتاعي الاولاني. هقول له A1-02. تمام كده يا جماعه. هقفله بقى خلاص كوز. النقطة دي واضحة يا جماعة؟ معلش هي نقطة صغيرة. حاضر. الفون روماني الفونسة. حاضر. كده كويس يا باشمهندسة؟ شمت الريفت. اشكرك يا باشمهندس. حلو شمت الريفت. كده يا جماعه هاجي بقى على اللي اوت. هنا انا عملت الفريم في حته، هاخده اكس ريف ازاي؟ اكس ريف اكس ار هيظهر معانا البارد ده، هي اللي هي اكسترنال ريفرنس باليت. هقف هنا رايت كليك اتاش دروينج، اخش بقى على اللوحه اللي هي بتاعتي في المشروع بتاعي اللي هي دي. هي كانت فين؟ كانت هنا فريم اللي هي 02. هروح واخدها عندي اقول له اوبن. هنا الشاشة دي عايزين نعرف هي فيها ايه. وهنا بس فين احطه؟ فين على في الشاشة؟ هقول له في 1 1 1. ده ليه بقى؟ لان اللوحة انا عاطف اللي لسه قايلين عليها من شوية، انا حاطط متغير في الليزب اللي احنا عاملينه. بس نرجع له كده يا جماعة بس الاول. انا ظابط هنا
اليونتس بتاعتي بخليها تخش بالملي. ماشي يا جماعه؟ لو انا عامل كده ده انش دلوقتي، لو انا ظابط باليونتس بتاعتي خليها ملي هتظبط معايا على طول، نخليها ملي يبقى كلها مليمتر حسب المشروع بتاعي، كل المشروع بالملي او كل المشروع بالمتر او بالبوصه او بالسنتيمتر حسب المشروع. تمام؟ طيب انا ابتدي اخد بقى هنا، عايز اغير دي برضه فورمات، فشوفوا يا جماعه عشان مش مظبط الحاجات اليونتس دي، فانا بقعد اظبط فيها حته واحده واروح مظبطها بالمليمتر لان اللوحه الثانيه ملي، واقول له اوكي. ممكن احطها في الملف بتاعنا يا جماعه؟ ممكن اه طبعا، اهو تعالوا نحطها في الملف بتاعنا اسمها يونتس، نيجي في الفاريبلز هنا وناخد واحده من دول ونقول له، طبعا لازم نتاكد في الاوتوكاد ان هي موجوده فعلا في اليونتس، حاجه اسمها يونتس. اهو فتحها لي، يبقى كده فعلا هي دي. هقول له داش يونت اهو، اختار بين فروم 1 تو 5. طب انا عايز اشوفها في الاختيارات بتاعتنا فين؟ في الاكسبريس هنا تولز سيستم فاريبل نكتب يونتس مش عايز سي ليه. طيب هجيب السيستم فاريبل اسمه ايه وهقول لكم يا جماعه. تمام؟ هغيرها من هنا هحطها هنا وغيرها من هنا يا جماعه تبتدي تظبط معايا، يبقى كل واحد افتحها كلها هبقى اقول لكم عليها دلوقتي. حاضر. هقول له external reference، عايز احط بقى الفريم بتاعي اهو، هقول له open هتلاقيه نزل هنا، هو مليمتر فاللوحه مليمتر، هينزل واحد واحد عادي. الانسرشن بوينت 000 هنا، عايزين بقى الحتتين دي reference type واتاشمنت. reference type reference type يا اما اتاشمنت يا اما اوفرلاي. احنا عايزين ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان اوفرلاي الاكس ريف بيظهر في اللوحه دي بس، لكن الاتاشمنت بيظهر في اللوحه دي، ولو خدنا اللوحه دي اكس ريف في لوحه ثانيه هيظهر معايا، ولكن لو عامله اوفرلاي يبقى الاكس ريف اللي واخده في اللوحه دي مش هيظهر في اللوحه الثانيه اللي انا واخد فيها دي اكس ريف. الفرق وصل؟ فرق واضح؟ انا كل شويه هسال السؤال وبعدين لو جات لي اجابه ان حد مش فاهم هرجع اعيدها ثاني. طيب تاني حاضر. انا عندي دلوقتي هنفترض مثلا دي لوحه الاكسات. بصوا يا جماعه انا عامل هنا ايه في مشروع ما كنت عامله شغال فيه اللي هو ده، لو فتحنا البيانات هنلاقي ان هنا البلوت ليميت موجود هنا، لكن لو فتحنا الجريد هنلاقي موجود البلوت ليميت برضو هنا، لكن ما ظهرش عندي ليه؟ لان هنا اسمه اوفرلاي اهو، اسمه هنا اوفرلاي، فالبلوت ليميت موجود جوه الجريد. احنا فاتح لوحه الجريد ده دلوقتي، انا فاتح لوحه الجريد واخد فيها البلوت ليميت اكس ريف بس واخده اوفرلاي. تمام؟ عشان كده لما بروح اللوحه بتاعتي الرئيسيه اللي فيها الجريد هنا واخد فيها برضو بلوت هنا. طب نيجي نشيل البلوت ده، دي اتاش اهو، ونعمل ريفرش دي ريلود ليها. الجريد هنا ظهر مش ظاهر هنا، ده خط عندي من هنا اهو مش ظاهر هنا يا جماعه اهو. طيب تيجي نروح بقى للجريد نفسه، رحت جريد ونقول له غير التايب بتاعه من الاوفرلاي للاتاشمنت. كده بقى ايه
اتاتشمنت، نبص عليه كده تاني اهو اتاتشمنت اهو، ونقول له سيف، ونروح للوحه التانيه بتاعتنا. هنا مفيش جريد اهو، سوري مفيش بلوت ليميت، هنا مفيش بلوت ليميت اهو. طب تيجي نعمل ريلود للجريد، هيقول لي ايه ريلود، هتلاقي لوحه ظهرت تانيه اسمها بلوت ليميت. طب نعرفهم ازاي؟ في زرارين هنا هم، في الزرار ده والزرار ده، ده شكل الشجره اهو، هدوس عليه هيقول لي ان ده اكس ريف جوه ده. طب اجي اعمل له انلود ولا ريلود ولا تياش تياش؟ اه انلود ممكن يتعمل، لكن دي التياش دهيت مش هعرف اشيله، لكن الجريد نفسه اعرف اشيله. طب نرجع للجريد تاني، رحت الجريد ونحول ده ل اوفرلي، ونسيب الفايل ونرجع الفايل بتاعنا اللي هو ده، ونرجع للجريد ونقول له ريلود، اختفى. فاكر كده وصل؟ طيب تمام كده يا جماعه، وصل وضحت كده؟ احنا جربناها تجربه عمليه عشان يبان الفرق. ناخد الفريم تاني. طب لو حد مش واضحه برضه يا جماعه يكتبها عشان ما استناش بس. مايكل نعم، مهندسه هند بتقول لو في اي حاجه غيرتها. طبعا انا لو فتحت يا جماعه اهو ده، ما احنا طيب احنا وظيفه الاكس ريف اصلا، احنا عاملين اكس ريف ليه؟ احنا ليه عاملين الاكس ريف؟ الاكس ريف عشان بياخد لوحه اصلا. طب ناخد تعريف الاكس ريف الصغير، اللي هو الاكس ريف هو عامل زي البلوك بالظبط، بلوك موجود في اللوحه، ولكن البلوك ده لوحه، البلوك ده محفوظ لوحه خارجيه بس تعديها عندي في اللوحه بتاعتي كانه بلوك بالظبط. الميزه فين؟ الميزه اولا لو حبيت اغير حاجه هتتغير. طب لو حبيت اغير حاجه للناس كلها، لان انا طبعا في المكاتب ما بقاش شغال لوحدي، انا شغال مع مجموعه. طيب المعماري جاله تغييرات حب يعملها، زي مثلا احنا عملنا، احنا جالي هنا الجريد بتاعها رحت حاطه في اللوحه دي كده، راح مسمع في كل لوحات المشروع لان واخد الجريد ده في كل حته. حاجه تانية، المشروع كان كله واقف لغايه هنا كده، ما كانش فيه جريد هنا، دي كانت ارض كبيره وكان مالي في جزء واحد بس منها اهو كده الجريد. المشروع البنا كان في الجزء ده بس، ففجاه راح مكبر الارض، عايز يعمل شغل هنا فوق وشغل هنا تحت، رحنا حاطين الجريد دهيت راح مسمعها في اللوحه كلها. حتى هنلاقي بص الجريد هنا هتلاقي ايه، ادي الاي والاي داش والبي تمام، ونبص فوق كده هنلاقي ايه، دي طبعا زيادات هنا، فنيجي طبعا في الواحد دي موجوده هنا A و A داش و B و C و C داش و C دبل داش و C دا و D داش. طبعا الجريد دي اتحطت في الاخر لما اشتغلنا عايزينها راح نحطها عشان تسمع. طب المعماري عدل حاجة، هتلاقي الحاجات مسمعة كلها عند الناس كلها. طيب نجرب، انا طبعا فاتح لوحة اهي دي واخد فيها الجريد اهو تمام، ندخل على الجريد بقى لوحة الجريد ونقول له احنا عايزين لو حقق من دي تاني حاجات هنا اهي تمام كده يا جماعة. اروح ابص بقى على اللوحة التانية، اعمل ريلود للجريد، ما جاتش، اتوقع ما جاتش ليه يا جماعة؟ شكرا يا باشمهندس. طيب احنا يا جماعه انا جيت هنا في ال، جيت هنا اضفت حاجات اهي بس ما ظهرتش عندي في اللوحه الثانيه، متوقعين ليه؟
لان انا ما سيفتش الفايل. انا عملت له كنترول سيف كنترول اس اهو سيف خلاص ويب سيف اهو. رايح على اللوحه الثانيه هلاقيه بيقول لي هنا ايه؟ هلاقيه بيقول لي ان في هنا لوحه في هنا نيد تو ريلود اهو. هروح اعمل رايت كليك ريلود اهي. الخطوط ظهرت هنا يا جماعه اهي شايفينها يا جماعه. هروح امسحها بقى تاني. كون سيف ارجع اللوحه بتاعتي اهو بيقول لي هنا بيطلع لي رساله اهو. هقول له ريلود راح ماسح الخطوط من هنا. حاضر يا باشمهندس. باشمهندس هند حضرتك حضرت من امتى؟ حضرت اكسلف من اوله؟ نكمل بقى يا جماعه. نيجي للمشروع بتاعنا بقى احنا هنا. هاخد اتاشمنت هنا خد اتاش الفريم ده واقول له اوبن كده. فهمنا يا جماعه الفرق بين اتاشمنت والاوفرلاي. طيب هنا هنا الانجل طبعا دي حاجه بسيطه. هنا بقى الفول باث في ثلاثه هنا، في ريلاتيف وفول باث ونو باث. طيب ايه الفرق بينهم؟ نرجع للمشروع تاني. لو فتحنا الفولدر بتاعه براوز هنا اهو، المشروع بتاعنا ده يا جماعه انا حاطه عندي على الجهاز. انا بشتغل دلوقتي ايه ده مشروع مثلا بشتغله في الشركه. انا عندي في الشركه بشتغل، انا شغال على اللابتوب بتاعي، على اللابتوب. فاللابتوب بتاعي ممكن استخدم الشغل معايا واحمل فيه المشروع بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه، لان ممكن اشتغل حاجه في البيت. فانا المشروع عندي موجود على الجهاز. طيب في فرع تاني للشركه في مثلا في السعوديه، فانا عايز اديله كل ما اديله شغل مش هقعد بقى كل شويه. حاضر يا باشمهندس. فانا الفرع الثاني بتاع السعوديه مش هقعد كل شويه بعمل بايند للوحه وابعتها له هو يعمل ريلود ويعمل ويسوي. لا انا عايز اخلص الموضوع واسهله. بس لا بس التري هنا غير التري عندهم. هناك في سيرفر، فانا لكن انا حاطط العاب دي على طول، لكن عندهم سيرفر. ففي هنا حالتين من اللوحه هنا في ثلاث هنا. دي الحالات بتاعت الايه؟ بتاعت المشروع بقى. لو انا المشروع ده عنده فولدرز زي كده، يعني ده انا عامله تنظيم معين. ارفع لكم التمبلتس يا جماعه اهي. ده تنظيم بروجكت تمبلت. ده تمبلت جايد بس، يعني جايد ليا انا ممكن اغير فيه حاجات او اعدل، ولكن جايد للمشروع. طبعا بيبقى في طبعا في حاجات هنا موجوده مسحها. لو فتحتها في التمبلت هتلاقوا فيها موجوده. ادي ايه انا شغال هنا. طيب حاضر نضيف. نروح على بروجكت تمبلت اهو. اهو بروجكت تمبلت في كونسبت ورك سيت و بيرميتس وريكورد. شرح الحاجات دي يا جماعه في كورس كنا عملناه قبل كده اللي هو اوتوكاد ستاندرد اند درافتنج سيستم. شرح الحاجات دي كلها هتلاقيها موجودين فيه، موجوده برضو على البيم ارابيا قلناه. وطبعا عندكم اهو، ولكن لو اي حد محتاجه انا حاضر هبعته لكم. حاضر. فهنا الكونسيبت بتاعنا يا جماعه نمشي عليه بقى. نرجع للشركه المشروع بتاعنا. هو ده هوت اهو في هنا اهو. فانا عايزه يبقى موجود هناك. فالثلاث حالات بتوعنا دول هنا الفول باث انا ظابط السيستم او الباث بتاعي هنا على الجهاز زي الباث بتاع فرع جده، فانا اعمل له فول باث عشان يقرا الباث كله كامل حته واحده. نجرب ونشوف هيعمل ايه. نقول له اوكي راح جايبه اهو. تيجي نفتحه هنا نشوف عمل ايه.
في المشروع ده في الفرع هناك، والاي تي مظبط هناك حاجه ومظبط هنا حاجه تانية. طبعا دي لما انا بظبط من الاول فانا بخلي الاي تي اللي هناك ممكن اكون السيستم ابتدى يشتغل صح والاي تي مظبط هناك وهنا، لكن لو من البدايه خالص بخليه يظبط هناك زي هنا بالظبط. هناك مثلا ليتر اسمه اكس او واي او زد مثلا بيظبطوا معايا ويخليهم الاثنين واحد، تمام. طب هو مختلف فهعمل ايه؟ هعمل بس شيت ده واحد تاني. دي تاش دي تاش هتدي مال يعملوا التاش تاني يا جماعة. يعملوا relative both. بيقول لي ايه؟ current dialog must be saved before. اقول له حاضر. هزيلها في الفولدر هنا مثلا على طول. طبعا بيقول لي عشان هي بيعمل relative فلازم يبقى في عارف علاقة بين الاثنين ايه. فما اقول له ريلاتيف بقى هنا واقول له اوكي. بصوا هنا يا جماعه اعمل ايه، في نقطتين هنا وراح جايب اسم الفولدر الباث بتاعنا كله هنا اهو، لان الفولدر ده وبعدين ده وهكذا هكذا لغايه لما نوصل للحته اللي احنا عايزينها. ففي الفرق بين اهو ده الفول باث اهو وهنا الريلاتيف باث. تحبوا نغيره تاني نعمله اهو. تمام كده يا جماعه واضحه الحته دي الفرق بينهم فين؟ باشمهندس حنا احنا قاعدين ساعه ونص تقريبا، لكن لو نفس المبدا يا جماعه انتوا لو عايزين تزودوا الكورس موجود على اليوتيوب. حسن حسين الكورس موجود على اليوتيوب يا باشمهندس حسن، موجود فعلا على اليوتيوب. هنبعته لكم حاضر، هنبعت الاستاذ بس المهندس عمرو سليم يحط الرابط بتاعه. باشمهندس عمرو مهندس حاضر، هبعت له رساله دلوقتي يرفعها. تمام هو الوقت محدد، الوقت محدد ساعه ونص بس طبعا عشان اخر محاضره، فمعلش استاذنوا مثلا ربع ساعه كمان ولا حاجه. لو خلصنا خلاص هنخلص في وقتنا عادي. طيب تمام يا جماعه كده. فده بيعمل ايه بقى؟ بيوصل لاول فولدر مشترك ما بين الاكس ريف واللوحه اللي انا شغال في وقت فيها الفايل ده، وبيروح واخد منها يحط النقطتين دول اهم، يعمل فيها النقطتين دول. تمام كده يا جماعه. حاضر منتج حاضر اهو. وفي فايل يا جماعه تاني برضه اهو كنت بعته من الاول خالص، بسم الله. الببلشر يا جماعه اللي احنا شرحنا عليه شرحناه قبل كده اهو. رابط الكورس القديم يا جماعه اللي هو بتاع الاوتوكاد ستارت لما يفتح
يا جماعة النهاردة جهاز زعل مني ليه مش عارف. اهو يوزنج مكس ريف اهو. يوزنج اكس ريف ان اوتوكاد. هنا يا جماعة في فايل سايز اكس ريف، في شرح الاكس ريف برضو موجود على القناة بتاعتي مترتب اهو موجود دلوقتي. زي اكس ريف اورجنايزد ريف اديت سبميتنج وفي ريفرنس مانجر هنقوله دلوقتي حالا. اهو بصوا يا جماعة الدوكات ادفانس اهو، ده الدوكات ادفانس. لا انا في دوكات ستاندرد مش مهندس، لا مش دوكات ستاندرد مش اهو دوكات ستاندرد فري كورس اهو. ده شرح فيه يعني ادبتري هي اللي احنا بنعملها شرح ليها. بعد كده بقى شرح الستاندرد هو ايه، هبعت لكم دلوقتي الملف البي دي اف بتاعه. طبعا اي استفسار طبعا انا ليا الشرف ان اي حد محتاج اي حاجه انا حاضر. احمد وياكم يا باشمهندس، بس هنسيبكم بس شويه كده ان ايه ستوب شيرنج، بس اجيب الملفات واجي لكم حاضر. بس نفوق بس خمسه كده ونرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم. صوت واضح؟ صوت واصل يا جماعه؟ ايوه تمام يا هندسه اتفضل. نقعد شويه. تمام يا باشمهندس. طيب انا بعت لكم الاول يا جماعه اهو، طبعا انتوا شايفين الشاشه بتاعتي. نيجي من الاول بقى خالص، احنا يوزنج اكس ريف اهو، وعملنا بلي اللي هو الببلش اكس ريف اهو يا جماعه، وبعدين ستاندرد اند درافتنج اهو، ده الملف بتاعنا اللي هو الكورس القديم ده، ملف بي دي اف واوتوكاد والباوربوينت الاثنين موجودين. تسمع نحط الملفات في وصف الفيديو على القناه. ملفات ايه يا باشمهندس مهندس عمر حسين؟ ملفات ايه اللي هي الملفات اللي انا برفعها دلوقتي؟ اتفضل. انا برفع اي ملف دلوقتي يتحط في اي يعني يترفع على الدرايف مثلا ويترفع في اي مكان ويتحط اللينك بتاعه. المهندس حنا ممكن لينك التسجيل، طبعا احنا بنخلص بس يا جماعه التسجيل وبعد كده بنرفعه تاني على اليوتيوب. طب كمل بقى يا جماعه. احنا جبنا، انا بس جبت اللي هو بتاع تغيير اليونت اسمه انس يونت. بيطلب مني من رقم من واحد اللي ما شاء الله تمام. هو ايه؟ انا طبعا المليمتر دي خمسة دلوقتي، هنيجي نشوف يا جماعه اليونتس عامله ازاي الاول. اهو اليونتس هنا كام؟ سنتيمتر. تمام؟ ادي ايه؟ 1 2 3 4 5. طبعا اليونتس دي مش محسوبه، بتعمل من 1 2 او بتبقى 0. تعالى نشوف يا جماعه على طول في الاكسبريس.
stores system variable اهي hence units اهي. هنبص يا جماعه هنا 5 اللي هي ايه 5 هنا ايه اللي هي السنتيمتر. طب انا عايز اخليها مليمتر اعمل ايه؟ انا عايز كل اللوحات بتاعتي اللي افتحها تبقى مليمتر. هخش نفتح نفتح بس ال variables اهو نقفل ده يفضل يا جماعه ان ايه نتخذ كوبي وبيست واهم حاجه نسيب الشكل ده. هنعمل ins انت يا جماعه لما نيجي نتعامل مع الاكواد في الليسب وفي الحاجات دي لازم نخلي بالنا كويس قوي ماشي. احنا عملناها هي كانت 5 هنعملها 4 وناخد الشكل ده كده يا جماعه. على فكره ممكن ناخد كوبي وبيست هنا على طول وممكن نقفل الليسب ده خالص كده نقول له سيف ونفتحه من هنا الديسكتوب فاريبلز اهي. نقرا تاني بس الانس يونت حتى بص يا جماعه تلاقي قدامه ايه علامه الترس اللي هو سيستم يعني هي 5. طب كده يا جماعه هي 5 اهي. تيجي نجرب بقى من ال من ال من الليسب نعمله رن بقت 4 خلاص. نقول له انس يونت تاني بقت 4. فطبعا انا كده عملتها في الـ في الفولد في الـ في الليسب بتاع الفاريبلز. فكده اي ملف بعد كده هيتفتح هيبقى اليونتس بتاعته ايه 4. متفقين كده يا جماعه؟ طيب نخش بقى الاكس ريف بتاعنا. نحط الاكس ريف احنا طبعا شرحنا الويندو كامله قلنا الفول باث والريلاتيف باث. طبعا احنا الفول باث لو نفس السيستم عندي اللي هو الباث كامل عندي وعند اي فرع تاني واحد، لكن لو مختلف بعمل ريلاتيف باث. نو باث ديت اللي هي ايه كل الملفات في الاوتوكاد في فولدر واحد. دي بنعملها لما يكون مشروع صغير في لوحتين ثلاثه، لكن مشروع مثلا عندنا كبير في اقسام كلها يعني مثلا مشروع عندنا مثلا زي ايه هنجيب التمبلت نفسها طبعا. التمبلت يا جماعه لما نيجي نشوف ونبص عليها هتلاقي تقريبا شامل حاجات كتير قوي اهو. مثلا ادي ورك 6 اهو اللي بنشتغل عليها. في هنا البيلدنجز ادي المعماري وادي البيز بتاعنا لما يكون في اكسلفات بنحطها هنا في الفولدر ده. اي اكسلف خاص بالسيلينج وبالكولوباند جريد فرنتشر موديلز الروم نمبر وهكذا. هنا بقى المعماري وادي الالكتريك وادي الفاير وادي الانتيريو وادي الميكانيكال بلامنج استراكشر تيليكومنيكيشن. فطبعا لو مشروع كبير شويه والملفات دي كلها في 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 فولدر واحد طبعا هتبقى بجزره لوحات كتير جدا فمش هنعرف. فاحنا بنقسم هنا فعشان كده بنعمل ريلاتيف باث لو عندنا مشروع زي كده. تمام يا جماعه؟ طب نرجع للاوتوكاد تاني اهو. هناخد بقى الفايل بتاعنا اللي هو الفايل الفريم نقول له اوكي. مهندس حنا احنا رفعنا التمبلت فايلز تحب نرفعها تاني؟ ارجع شويه لفوق. لو انا مش عارف بقى الناس اللي لسه داخله لو يقدروا يطلعوا فوق شويه هيشوفوا الفايلات موجوده. طيب كده الفريم يا جماعه اهو. عايز اخد بقى الشغل اللي جوه عندي.
هنخش على الموديل بقى الشغل هنا. نفتح بس فايل عندي كده شويه كده قديم ون ايه ناخد منه. هاي يا جماعه نيجي بقى على اللي اوت هنا هنعمل ايه؟ هنعمل فيو قائمه فيو فيو بورتس وان فيو بورت ونعمل المربع بتاعنا الظريف اللطيف هنا كده الشغل او شوف بقى معانا جاب ازاي. طيب احنا اتكلمنا في الـ في ال انوتيشن اتكلمنا في المره اللي فاتت اللي بيحب يرجع له يرجع له في المحاضرات اللي فاتت. يرجع لفين دي؟ هننور هنا عشان لان طبعا دي واخده فري سكيل. طيب هنيجي نغير هنا وناخد الايه؟ سكيل 1 ل 100. نعمل تسكيل 1 ل 100 يا جماعه اهو. فانا عايز اخد الجزء ده بس كده اهو اروح مصغر على قده مصغر على قده اهو اروح عامله موف مثلا هنا كده مثلا واعمل له لوك اعمل سيلكت عليه هلاقي تحت هنا اهو في قفل هعمل لوك عليه عشان لما اعمل دبل كليك جواه واقدر احب اعدل ما يتغيرش السكيل بتاعي. يبقى ده الفيو بورت اهو يا جماعه لما اجي اعمل دبل كليك جواه طبعا فريم اهو فيو بورت اهوت اهو حتى الاقي هنا في البروبرتس اسمه فيو بورتس تمام. طيب عايز اخد نفس الحكايه بسكيل تاني هقول له قابل للفريم اهو وهو ماشي افتح القفل بتاعه. طب انا عايز يا جماعه الاول ايه ما فيش طريقه يا جماعه نحط يعني حته الخلفيه بتاعتنا سود عشان نشوف ايه رايكم في طريقه؟ هيفتح الاوبشنز الكالرز نخليها بلاك هنا عشان ما فيش الخلفيه بتاعتنا بلاك تمام كده. طب وبعدين نعمل برنت ونقول له بريفيو طبعا جت كلها هنا اهي اروح دايس على دي ابلاي تو لاي اوت وبعدين كانسل راح جابتها لنا سودا زي ما هي زي ما احنا عايزين نشتغل. هتلاقوا حتى بصوا هتلاقوا الاكس ريف هتلاقوه بهتان شويه كده معناه انه اكس ريف تمام. ده نفتح القفل بتاعه اهو ما عاد الحته اللي عاوزها اهو تمام التمام كده تمام يا جماعه كده عملنا اللوحه لحد كده تمام. باشمهندس حنا ها كده تمام يا باشمهندس حنا تمام. طبعا اللي يرجع للانوتيشن هيعرف يظبط الانوتيشن بتاع كل لوحه بتاع كل فيو بورت. طبعا لما بنظبط الانوتيشن بتظبط معانا الفيو بورت دوت كل واحد فيهم فيو بورت. طب نعملها كده ادي يا جماعه هنعمل هنا الانوتيشن اهو دايمنشن ظهر هنا وهنا نخفيه ازاي يا جماعه لو احنا عايزينه في واحده مش عايزينه في الثانيه. اهي بصوا يا جماعه هنا ظهرت دي الحاجات ظاهره هنا اهي ومش ظاهره هنا ليه؟ لان دي انوتيشن ومظبوطه على 1 ل 100 دي مش انوتيشن اصلا بس احنا طافين اللمبه اللي هنا اهي اهي دي انوتيشن اهي 1 ل 100 بس اللي هي الدايمنشن اللي هي سوري الليفل الليفل دي انوتيشن 1 ل 100 فلما جينا هنا اختفت من هنا. طبعا اللي يرجع للوحه للكورس الجزء بتاع الانوتيشن هيبقى موجود وشرحه كل الحاجات تمام تمام. تمام كده يا جماعه؟ طيب نشوف الاسئله. مهندسه هند بتقول
لو عندي كذا بلان في نفس اللوحة وعدت الأكسيات في طريقة تتعدل كلها طبعا احنا في هنا لو مشروع صغير ومحتاج لوحة مثلا فيلا مثلا مش عارف بعمل يعني طبعا انا ممكن اعملها اكسرفات مش صعبة ولكن مثلا مكتب معماري بس فانا بعمل المشروع صغير بس او مبنى واحد صغير وخلاص مش محتاج مني باقي الاقسام فانا مش مهم اعمله اكسرفات ولكن الحاجات الثابتة بعملها بلوكات فالفريم فالاكسات هعملها بلوك يعني الاكسات تبقى بلوك بحيث لما اعدل في حتة منهم يتقرف الباقي كله يعني مثلا عندي البلان دور البدروم ودور الارضي واول وتاني وسطح فمش هعمل الاكسات بقى اوبجكتس لا هعمل اكسات مره واحده واعملها بلوك واخدها من نقطه محدده وابتدي اشتغل عليها ان هي بلوك عادي واخده في كل لوحه متغيره في كل سوري في كل بلان احطها كوبي بيست في كل بلان فبحيث ان انا اعمل بلوك اديت يعني مثلا ده كده اهو هنعتبر انا هستم مره اكسات اهو اكسات مره واحده وبعدين انت بتاعتي منين مثلا هناخد البلوت ليميت من دوت هو الزيرو زيرو بتاعي عملنا سيلكت اوبجكتس خلاص وسميناها والبلوك ليميت مليمتر مش عايز هايبر لينك لا وهنا بيقول لي اوبن البلوك اديتور هقول له لا كنسل اقول له اوكي اتحولت بقت بلوك اهي واقول له كلوز تمام كده ده بقى عندي بلوك اهو وفين من البلوك ليميت في ناس بتحب تستعمل الاكسات كبيس بوينت ده يعني حسب ما كل واحد يتعود او كل مكتب سيستم بتاعه ايه لان انا بكون شغال في المكتب يا جماعه ما بحاولش اعمل افرض السيستم على المكتب لكن المكتب ليه سيستم معين عشان الناس ما تتلخبطش فيه فانا بشوف السيستم بسال اللي جنبي يا جماعه الناس اللي موجودين في المكتب قبل كده يا جماعه انتوا بتعملوا السيستم ايه في كذا وكذا 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 بعرف منه لو انا داخل مكتب جديد طبعا لو انا قديم ما بعرف السيستم طب هنا عملته اهو راح واخد بقى كبير منه اهو ده مثلا ده البيزمنت وبمسافه محدده مثلا 150 متر اهو وبعدين 300 تمام يا جماعه يا ريت نخلي البلانات بخط افقي او راسي ايا كان ومسافات ثابته بينهم يعني لو جينا ناخد المقاس دهوت اهو خليه مقاس ثابت اهو ليه عشان انا ممكن مثلا ارسم حاجه هنا مثلا رسمت عمود هنا اهو او غرفه هنا او اي حاجه عايز اخدها كوبي واخد كوبي كده واروح عامل مسافه 150 وابقى عارف ان هي جت في نفس المكان اهو فنظبط المسافات طبعا افق او راسي ما انا ممكن احطها تحتيها مش هتفرق قوي حسب حجم يعني المشروع ده لانه راسي المبنى مستطيل راسي لكن لو مبنى مستطيل افقي زي كده فيبقى احسن ان احنا نعمله تحتيه وسط الفكره يا جماعه ازاي 100 مثلا 100000 200000 وهكذا حسب حجم البلان اللي انا شغال عليه باشمهندس صابر اللي بتعمل رايت كليك على البلوك اهو في رايت كليك على البلوك ده اللي عملت رايت كليك اهي اديت بلوك ان بليس ولو اكس ريف هتلاقي نفس المبدا تيجي ناخد اكس ريف اهو هيبقى نفس المبدا بس هو طبعا فريم من الناحيه الثانيه أبص يا جماعة على فكرة أنا طبعا إيه اللوحة التانية عندي اللوحة دي فيها اكسرفات أهي ولكن معظم كلها لأن ببعت الملف ده للشركة للفرع التاني بتاعي فإيه فبيجي بالنقط كده لو أنا عامله فول باث فهو عشان هو بيقرا دي فولدرات بتاعته فمش عارف يقراها هنا لو جينا هنا بص مش عارف يقراها بيقول لي إيه نوت فاوند فهو مش عارف يقراها من هنا بيقول نوت فاوند لانه بيدور على الباص دوت مش لاقيه تمام كده يا جماعه حد كده تمام
لا باشمهندس جو بلوك وبلوك نفس المبدأ. بتعمل بص حضرتك نعمل بلوك وبلوك اهو. طب ده بلوك اهو تمام اهو ده كده بلوك جوه بلوك. لان ده بص هنشوف اسمه هنلاقيه اسم تاني غير ده اهو. ده اكسس وده اسم تاني اهو. هنعمل رايت كليك عليه ايدن بليس بيظهر لي الشاشه اهو بيقول الريفرنس ايديت انه فيهم انت عايز تعمله. فلو عايز تعمل في الاكسات كلها اهي هنعمل في الاكسات نفسها هنزود خط. بص هتلاحظ ان البلوكات كلها اختفت هنا لان دي كلها البلوك الاكسس اللي بتشتغل عليه. هنزود واحد هنا كمان اهو ونزود واحد كمان هنا اهو تمام ونقول له كلوز اهي. بص يا جماعه زاد ازاي. نفس المبدا تاني نعمل سيلكت على البلوك رايت كليك اديت بلوك ان بليس بيظهر لي الاثنين. هنفتح الاكسات تاني نرسم دايره مثلا ونقول له شكرا اقفل. ظهرت الدايره فيهم كلهم اهي تمام كده. مهندس صبري تمام كده. مهندسه هند تمام كده يا باشمهندسه. الموضوع كده تمام. طيب لحد كده تمام تمام. لو يا جماعه حد نقطه واقفه ولا حاجه يقول لي وانا فاتح الشات قدامي ويقول لي النقطه. طيب اللوحه دي بقى عايزين نعرفها تمام. اللوحه دي عايزين نعرفها الداتا يا جماعه بقى. البلوك عاديه جدا اللي بنعملها درونج داتل درونج نمبر ريفيجن. دي بتتعمل بقى بلوك هنا في اللوحه دي بلوك او تكست عادي. بس طبعا بيتعمل دينا بيتعمل اتريبيوت بلوك بيبقى احسن عشان تبقى ضامنين فيه كل حاجه ومشغلينها وتمام تمام. يا جماعه لحد كده في تمام ولا في حاجه؟ هنيجي نعمل تكست نعمل مثلا تايتل دي الجراوند فلور لاي اوت ماستر بلان تمام كده يا جماعه. هنا كده خلاص ماستر بلان اهو. نيجي في لوحه ثانيه بقى لو عايزين نعمل بارشل هنظبط البارشل بتاعنا وتمام التمام تمام كده يا جماعه. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ احنا قلنا احنا قبل كده اتكلمنا على البايند الفرق بين البايند والانسرت هم ايه؟ واللي واضح احنا شغالين عليه دلوقتي خلاص وديلينج ويز اكسترنال ريفرنس. بالنسبه للاكسترنال ريفرنس لو في اي حاجه طبعا الملف اللي انا بعته فيه حاجات زياده اكتر لو حبيتوا ترجعوا لها. في طبعا هنا جزء بتاع عايزين نزوده اللي هو ريفرنس مانجر تمام. نسيبكم دقيقه بس تصفوا وبعدين نرجع نكمل الجزء بتاع الريفرنس مانجر ده عشان هو ايه وبعدين نتكلم تاني. دقيقه بس من بتاعي المهندس صبري. المكتب في الخرطوش او البوردر المكان بيظهر فيه تسميه اوتوماتيك للمشروع بياخدها من اسم الفولدر وبتاع الفايل بيظهر عند الطباعه. طيب ده اسمه فيلد اسمه
فيلد. لو رجعت لنفس الموضوع هتلاقي برضو احنا شارحينه هنا. راح فين؟ شارحين الفيلد قبل كده. يوزنج فيلد اهو، دبل فيلد. طب يجوز ازاي؟ برضو نقوله بسرعه، برضو انا عاوز اهو هعمل ايه، دبل كليك، اعمل سيلكت عليهم كلهم، رايت كليك، اقول له انسرت فيلد. هنا بختار في الكاتيجوري الدوكيمنت، لان عايز حاجه تبع الدوكيمنت، عايز الفايل نيم. حضرتك عاوز الفايل نيم؟ طيب الفايل نيم اهو، هنا عندنا كذا حاجه في الفايل نيم ممكن نعملها. هنا فايل نيم اونلي، ده اسم الفايل بتاعي، وبقول له ديسبلاي فايل اكستنشن، بشيلها اهي، فكده الفايل نيم بس بتاعي هو موجود. متفقين؟ وهقول له اوكي فجابها لي هنا. تيجي ناخده في لوحه ثانيه، ناخد كنترول سي كده ونطلع هنا ونقول له هنا، نيجي نشوف هنا عمل ايه بقى. شايفين جاب ايه؟ اللي هو نفس اسم الفايل اهو. طيب تيجي نعمل بقى فايل باث، نفس الحكايه، رايت كليك، انسرت فيلد. طبعا عشان الفيلد موجود فنقول له ايه، نمسح ده كده، رايت كليك، انسرت فيلد، والفايل في الفايل نيم هنحط الفايل الباث اونلي، عايز الباث بس، اقول له اوكي اهو جاب الباث بتاع المشروع. طبعا هو عندي فين؟ عندي على الدي اوبجكت. طب الحته يا جماعه الرمادي اللي ورا دي ما بتنطبعش، فانا ممكن اشيلها هنا، بس هي ممكن تتشال طبعا، بس عشان اعرف ان ده فيلد ولا لا. بقول ديسبلاي باك جراوند اهي في اليوزر ريفرنس بالفرنسيس ديت، واقول له هنا الفيلد ابديت سيتنجز. امتى عايز اعمل فيلد ابديت؟ لما يفتح الفايل او تعمله سيف او بلوت او يترانسميت او ريجن. تمام يا جماعه كده، فانا اقول له كده اوكي اهو، بص اختفى باك جراوند. انا عايز ارجع الباك جراوند تاني عشان بس ابقى عارف ايه اللي عندي فيلد وايه اللي عندي لا. باشمهندس صبري كده تمام. ولو رجعت برضه في الفيلد هتلاقي برضه في شرح الفيلد ده هتلاقي الشرح زياده بتوسع شويه. طيب عندنا مشكله دلوقتي، انا عملت الفايلات بالباث بتاعي عادي جدا، بس كده بعتها للمكتب التاني ما اشتغلش، او المكتب بعت لي في لوحات. يعني حضرتك جات لك من لوحه من مشروع اهو ماشي، جيت تعمل الاكس ريف لقيته مش شغال زي هنا كده، هنعمل ايه؟ هنا نوت فاوند كلها، هنعمل ايه فيها؟ في حل يا جماعه؟ ايه رايكم في حل؟ ماشي ده حل. طب انا عندي مشروع كامل هعمل فيه ايه؟ انا مش عارف افتح لوحه بقى وابديت والريلاتيف بات والحاجات دي كلها، ما انا عندي مثلا 200 300 لوحه، مشروع كبير جدا زي كده، هعمل ايه؟ طبعا ده هتلاقوه موجود يا جماعه للموقع اسمه ريفرنس مانجر، هتلاقوه موجود في الشرح وفي الويب في اليوب، افتحه لكم اهو.
نفتح الاوتوكاد دي بقى. بتابلت. طيب تعملي لوحه لوحه صح؟ تدفعي كام بقى واقول لك اللي تعملي ايه في اللوحات كلها. بص يا باشمهندس، علامه الويندوز العاديه معايا اهي، هدوس عليها كاني مفيش برامج اصلا. يعني انا هفتح بره من بره الاوتوكاد يا جماعه خالص على فكره، انا قافل كل حاجه اهو دلوقتي. تمام، عايز اعملها هفتح الويندوز، هفتح الويندوز العادي جدا، هلاقي في الاوتوكاد، فين الاوتوكاد بتاعنا اهو، هفتحه كده هلاقي حاجه اسمها ايه، ريفرنس مانجر اهي. تمام، هفتحه، ده برنامج مستقل عن الاوتوكاد اصلا، فمش محتاج افتح الاوتوكاد، انا ممكن اقفل الاوتوكاد دلوقتي عادي. تمام لحد هنا. هقول له اد رومز. طب تيجي نحول اللوحات الاول عشان نشوف مكانها، اللي هي اللوحات دي. تمام مشروع يا جماعه، نعمل ايه من ده، ناخد منه لوحاته. طبعا ده بيقرا البيز هنا اهو، فلو جينا عملنا لو حد دي او البيز نفسه حررناه مش هيقرا معانا. طبعا هنغير اسم هنا اهو، نحط داش ونفتح لوحه من دي. توقع تفتح ولا مش تفتح؟ بص يا جماعه الاكسلفات مش شغاله ازاي، لو تفتحوا مثلا الفايل من عندكم هتلاقوا عامل كده، فبتضطروا تدخلوا في كل جوه لوحه هنا في الاكس ريف اهو، نوت فاوند نوت فاوند كله نوت فاوند. طبعا ده عشان معمول فول باث ولا حاجه، او في باث تاني مش موجود في نفس الفولدر، فمش فاشتغل. انما دول عشان في نفس الفولدر اللي احنا عملنا رينيم ليه اللي هو البيز ده هوت، ما اشتغلش. يا جماعه ده مثلا نت فاوند اهو، عشان فولدر اسمه بيز احنا غيرناه. لو جينا هنا وعملنا الداش دهيت اهي هيشتغل، لو شلنا الداش مش هيشتغل. طبعا مش هينفع تشتغل اصلا، ولازم يقرا الاول. تمام كده يا جماعه، دي المشكله اللي بتقابلنا. طب انا عندي مثلا لو مجموعه لوحات اهي كلها عايز اعملها، هعمل ايه؟ باشمهندس يعني احنا دايما بنفضل الانجليزي، الليسب بالذات لازم انجليزي، الليسب لازم انجليزي لان العربي ما بيعرفش يقراه. يعني لو فولدر جواه عربي مثلا، يعني انا فولدر مثلا عندي مسميه حسن بالعربي وحاطط جواه الاثبات وحملتها هتتحمل، لكن انا شغال مش تشتغل. ليه؟ لان الباث في فولدر اسمه عربي، اسمه فيه حروف عربي مش عارف يقراه، لازم اخليها انجليزي. في الاكسلفات والحاجات دي هيشتغل، بس انا افضل بلاش انجليزي لانه ممكن يلخبط. احنا طبعا يعني نصبنا كده ان احنا مش احنا الفاوندر، مش احنا الفاوندر بتاع الاوتوكاد، احنا تابعين ليه ماشي، فاحنا بنعمل اللي هم عايزينه فبنخليها بالانجليزي ماشي. تمام طيب هنا بقى هنعمل ايه في الحاجات دي بقى؟ هنيجي بقى على ديفرنس مانجر. نفتح المانجر بقى، اكسل في المانجر.
لكن انا بس ما بصش الملفات بتاعتي والفولدر ده مش مهم طبعا، فانا هظبط ايه هشتغل على دي. هاجي افتح هقول له هات اللوحات دي، او راح اخدهم كلهم مره واحده واقول له اوبن، اعملهم سيلكت تاني اوبن اد. هنا في الفايل ديت بس فيرست ليفل ولا اقول لا اقول له اوتوماتيكلي نستد وحمل تاني؟ هحمل تاني. في هنا في فايلات برضه اهي، اقول له اوبن اد اكسريفز اهو تمام كده ارام كلهم هم يا جماعه. هنا الاكسريف هو بقى طبعا هنغير بس حته، هي هيبقى عندك جه عامل كده كل الفايلات موجوده، فانت تدخل فوق كل فايل وتعمل الاكسريفات اللي ده ما فيهوش اكسريف، ده اكسريفات فيها موجوده وده اكسريفات موجوده، بس مش هقعد بقى كل فايل اعملها. في طريقه ثانيه في طريقه ثانيه ظريفه هي يا جماعه، هروح داخل على فيو واقول له ليست باي ريفرنس تايب، راح جايب لي التايبس اهو. هنلاحظ هنا ان الاوتوكاد بيقرا فونتات، فدي الفونتات اللي موجوده عندي في الفايلات، والبلوت كونفجريشن اهم، والبلوت ستايل، البلوت ستايل اللي موجوده اهي. الاكسريف هنا بقى اهي، ايوه هنا بقى هندوس عليها هنلاقي هنا اللي نوت فاوند نوت فاوند، والريسولفد ريسولفد خلاص. فانا همشي بقى كل واحد فين مكانه، يعني دول في البيز طبعا انا يعني انا بمشي يا جماعه المجموعه اللي زي بعضها، يعني دول زي بعضهم هم. هدوس شيفت ودوس على اخر فايل زي بعضه كده، رايت كليك هقول له ايديت سيلكتد باثز، اهو جابها لي بيز، هروح قايل له داش، مش احنا ضفنا داش اهو. طبعا انا لو عاوز بقول له من هنا دوس على الزرار ده وادخل على مكان الفايل فين، اهو الفولدر بتاعي راح فين، بروجكتس 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 هنا، ده 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 بيز اهو، هقول له اوكي، فراح جايب لي الباث بتاعه اهو. طبعا عمل لي فول باث، اقول له اوكي. ابص يا جماعه ريسولف ازاي اهو، خلاص ريسولف. هاجي على الجزء الثاني المجموعه، طبعا المجموعه اللي زي بعضها بروح واخدها مع بعضها اهو لغايه هنا، اديت سيلكتد باث احط له داش واقول له اوكي اهو اتحل. ايه تاني ما اتحلش يا جماعه، نمشي فيهم حته حته اهو، ريسولف كله ريسولف اهو. دول نوت فاوند، دول طبعا بره فانا مش محتاجهم قوي، انا عليه بالشغل بتاعي. دول كانوا طبعا انا عشان عارف المشروع فدول ما لهمش لازمه، دول تبع الكلاينت، كلاينت والاركتكشرال هم، فانا مش محتاجهم اهو. هنا بقى اقول له ايه ابلاي تشينجز، زرار اهو اسمه ايه ابلاي تشينجز، اقول له تشينجز حس درونز ريفرنس ابديت، اقول له اوكي تمام اتعملوا تمام كده يا جماعه. في طبعا هنا فايند اند ريبليس، في زرار اسمه فايند اند ريبليس يا جماعه، بس انا بصراحه ما بحبش استعمله، انا لازم الحاجه اكون انا عاملها بايدي عشان شايف اللي بيحصل، لان ممكن يكون في فايل اسمه بيزمنت نفس السبيلنج بس ياخد البيز بس ويحط لها داش، فانا لازم انا بحب انا بقى بنفسي اقعد ايه اعمل افتح واقعد افتح كل واحد نفسي كل مجموعه مع بعضها اغيرها واظبطها تمام كده. ظبط كله تمام، كله اتقرا خلاص تمام والسيف. يجي نفتحهم بقى نشوفهم، دول ما كانوش شغالين اهم، ده فايل احنا فاكر كان مفتوح صح. طب ما تيجي نعمل ريلود كده للحاجات دي ونشوف هيعمل ايه، ما قراهوش اهو. شوف يا جماعه كلوز نو نقول اوبن اهو، هنفتح بقى ايه الفايل الثاني هتحصل التاريخ بالتاريخ بتاع النهارده اهو، ناخد مثلا ايه الفيرست دهيت ونقول له اوبن. الاكسرافات اتقلت اهي تمام، نشوف هنلاقي كله لودد اهو تمام تمام كده يا جماعه. حد معايا؟ باشمهندس عمرو تمام.
باشمهندسة شيماء، بس عايز باشمهندسة شيماء عشان هي اللي سألت. باشمهندسة شيماء تمام كده باشمهندسة؟ جربي يا باشمهندسة شيماء الحكاية دي وإن شاء الله تظبط، لو ما ظبطتش قولي لي، بس إن شاء الله تظبط. ودايما أنا بتعود يعني لما نفتح الريفرنس مانجر تاني أهو، ما بسيبش تغيير الحاجه في اللي هي فايند اند ريبليس دي، انا ما بحبهاش. انا بحب اعمل كل فايل بنفسي او كل نوع فايلات كده. طبعا دي عشان ده كلاينت فريم داون كل ما اروح الناس فاوند اديت بس كده، كل مجموعه فايلات زي بعضها بروح واخدها وراح مصغير ليها اللي انا عايزه، اقول له اوكي فتعملت ريسولف خلاص اهي ريسولف. ده نت فاوند، ده ملف انا عارف طبعا الملف ده فمش محتاجه قوي دلوقتي. ده البيز خلاص اتعملت اهو كده المشروع كده. لاي حته في اي حاجه لو عمل عندهم نفس المشكله خلصت ولا حاجه يبقى ايه هيلاقوه موجود يا جماعه على اليوتيوب. ال مش مرفوع، انا لو مش لو ما لقيتهوش مرفوع هرفعه حاضر تاني يا جماعه، عشان شكله مش لسه ما اترفعش. طبعا الاوتوكاد هم الحاجات المهندس الباشمهندس اللي كان عايز الفيلدز اهو. القناة بتاعتي طبعا يا جماعه هتلاقوا في قوائم شغال موجوده. طبعا يعني هي الاوتوكاد المتقدم اللي احنا شغالين عليها ادي ال دي طب كده يا جماعه تعالي كفايه. انا طيب عنده استفسار يا جماعه كده
اخر نقطه هنقولها ختمنا بيه. وطبعا جزاكم الله خير يا باشمهندس. اي كده الحمد لله تمام. طبعا اللقاء خلص بتاع الدكتور ادفانس، ولكن انا ده اخر لقاء، لكن انا موجود طبعا معاكم الواتس بتاعي والجروب بتاعنا موجود، اي سؤال عليه على الجروب على طول انا موجود. انا نزلت شويه بلوكات، مجموعه بلوكات كده اخر مره النهارده، فيا ريت تكون حد استفاد منها. مريم مهندسة هند بتقول لو في تغيير، لو في تغيير في اللوجو او الحاجات زي كده. هنا بقى دي فايدة ان انا اكون شغال المشروع من اوله مظبوط. لو انا عامل الفريم اكس ريف فاي تعديل فيه ما بتفرقش معايا، لان انا ظابط نفسي. انا في مشاريع بعملها ممكن اعمل فريم بس مستطيل بس كده وخلاص، يعني انا فعلا في مشاريع اهو المشروع بعمله كده الفريم طبعا بالمسافه بتاعت العاديه بتاعتها، وراح اعمل لاين هنا كده وخلاص اهو. هو ده الفريم بتاعي بتاع المشروع بس، واخده لوحه واعمله اكس ريف، واخده اكس ريف كفريم واشتغل عليه. لما بقى تقرره، لان طبعا يعني انا كنت ماسك كوردينيتور، كاد كوردينيتور، فانا بحدد الحاجات دي في الاول. فانا بعمل لهم الفريم بتاعهم، بظبط الفريم احطه في مكانه نشتغل عليه تمام التمام. جه بعد كده بقى حب الاستشاري يغير، حب الاستشاري يغير اللوحه الفريم بتاعه، حب يغير اللوجو، حب يغير اسمه، حب يغير السب كونتراكتور، حب يغير المين كونتراكتور، حب يغير الملك، حب يغير الاستشاري نفسه. كل حاجه موجوده في الاكس ريف اروح بغير اللي انا عايزه واشتغل عليه. هنشوف هنا مثلا اهو الفريم ده، رايت كليك عليه اقول له اوبن اكس ريف اهو يا جماعه، ده فتح معايا. هروح اعمل له اللوجو اللي احنا عايزين نحطه ايه، ده المهندس المالك اهو، مبنى تجاري. راح عامل ايه، مش هو مش عايزه مبنى تجاري، هو عايزه فاوندر مول، عايز كلمه مول، كلمه مول دي كلمه مول اهو، تمام كده. هروح اقفل اللوحه دي كلوز اهي، اقول له سيف، اقول له سيف. كل اللوحات المفتوحه بنفس المبدا. بص هنيجي نعمل ايه هنا، ابو هورة اهي مفيش حاجه جنبها في الحته دي اهي، اروح دايس على ريلود. اتغير في كل المشاريع، كل حاجه متغيرت في كل ايه، في كل المشروع دهوت اتغيرت كل حاجه. ممكن اشيل حاجه واكتب حاجه، ده بقى بلوك كاني بعدل في بلوك بيسمع في كل اللوحات بالظبط. ماشي يا باشمهندس تمام، جزاكم الله خيرا لكم الحضور، وياكم جزاكم الله خير. باشمهندس هند، انا الاول انا يعني انا لما كنت شغال بتكلب من مده، يعني بقالي مده ما اشتغلتش عليه بلوك. هو الفريم بيطلع معاكي بلوك ولا بيطلع لوحات بتاع ده اوبجكت عاديه؟ لو انا كنت بعمل كده ايه، ممكن لوحات حسب المشروع بقى. لو انا لوحات كتير اكستراكت من اعمل لها من التكله نفسه، بتهيألي كده هيكون اسهل. نخش على التكله ونعدل في الفريم، نعدلنا في لوحات الاوتوكاد. على ما اعتقد يعني طبعا بتكلم في العام، اعتقد انك تعملي من التكله تاني، يعني تعدلي في التكله الفريم او اللوجو او اسم الاستشاري مثلا، وتروح عامله له اكستراكت تاني.
الفريم اهو. بص يا جماعه بقى التايتل بتاعنا اهو، التايتل بتاع كل لوحه بعمله بلوك عشان يبقى اسهل في التعامل معاه، عشان كل تكست لما اجي انسخه من لوحه للوحه ما انسخش مثلا حته التايتل وانسى الفريم وانسى البروجكت نيم او بروجكت تايتل اي حاجه بقى من الحاجات دي، البروجكت نمبر اهو والديت او الديفيجن، الحاجات دي كلها بتبقى بلوك، بتبقى بلوك اتريبيوت، بتبقى احسن ان انا اجمعها في بلوك واحد. نعمل ريدو تاني بس. فكده لما اخد الحتتين دول واديهم فايل تاني يبقى سهل انها تعمل دبل، ده فريم موجود اكس ريف وده تايتل، طبعا كل لوحه خاصه التايتل بتاعها. فعلا بتتغير في التكله، بس في حاجه كانت بتحصل ان الرسومات نفسها بتنتشر في اللوحه. بص بص حضرتك يا باشمهندس، انا هنا يعني بنعمل توازن، انا المشروع خلاص فاينل عندي يعني اتعمل في التكله خلاص، وبعدين بطلعه لوحات وطلع في اللوحات خلاص مش هعمله في التكله تاني او مش هعدي عليه في التكله تاني حاجه، بروح واخد الفريمز دي واروح مسحها واروح عاملها بلوك او عاملها اكس ريف بحيث ان تبقى موجوده عندي. تمام، لو في تعديل بعد كده صغير في الاوتوكاد، لكن لو انا عارف ان المشروع لسه فيه تعديلات كتير فبضطر ارجع عن التكله او التكله ستيل ستراكشر، ف الستيل طبعا بيبقى صعب جدا التعديل فيه، بيبقى كتير هنا. فانت حضرتك هتقرري اذا كان في خلاص التكله دوره خلص بس في تغيير بتبقى حاجات بسيطه، فانت حضرتك بقى تروحي عاملاه اوتوكاد وبعدين تاخدي الفريم تخش جوه كل لوحه وتعملي الفريم، تعمليه بلوك او اكس ريف ويبقى موجود عندك تشتغلي بيه. تمام كده يا جماعه كده يا باشمهندس. لو لسه في تعديلات في التكله تاني، وطبعا احنا كنا بنشتغل بنسخه كراكد لان نسخه البرنامج الاصليه غاليه، احنا كنا في مكتب وكنا بنعدل في او بنعمل تطوير للتكله نفسه، انا كنت في مكتب هنا في مصر وكنا فرعين في دبي، كنا بنعمل في التكله نفسه بنعمل التطوير فيه، احنا كنا بنشتغل ستيل بس ابتدى يشتغل البري كاست، فانا البري كاست احنا اللي ادينا له البيز بتاعه ان هو يشتغل عليه في التكله، فانا عارف التكله وعارف غلاسته يعني وعارف ان هو غالي، فصعب ان حد يجيبه، هنضطر نتعامل على الحته اللي احنا فيها دي يعني. وياكم باشمهندس. ولحضرتك بقى انا في الجروب بتاع الجروب بتاع الاوتوكاد ادفانس، لو احتجتي حاجه ابعتي لي على الجروب وانا موجود يعني. دينا عبد الله، ممكن نتكلم على 3 دي؟ اه ممكن طبعا، بس يعني اعتقد بقى انكم يعني هتستحملوا نتكلم في 3 دي. ممكن نخلي كورس تاني بعد كده لل 3 دي، حاضر، في المش بتاعه والسوليد والحاجات دي كلها، حاضر ممكن، حاضر نتكلم على الاداره ونخلي فيه كورس على 3 دي. المهندسة دين، حضرتك معماري او شيء؟ لان المعماري لو معماري حضرتك ال 3 دي ماكس احسن بكتير. معماري تالي يا باشمهندس تعملي على السكتش اب، لو مش عايز يعني طبعا ال 3 دي ماكس بحره كبير، لو عايزه تعملي سكتش سريع على السكتش اب هيبقى اسهل لك. انا كنت ما بجاش الحاجات في ال 3 دي ولا حاجه، انا بستعمل سكتش اب اكتر من استعمل ال 3 دي بتاع الاوتوكاد، فنصيحه انك تروح على سكتش اب احسن، سكتش اب اسهل، سكتش اب اسهل في ال 3 دي. ما هو لا الكتله هي عشان بتتحول، ممكن تتحول لملف تاني ولا حاجه، بس انا كنت بعمل شروحات على السكتش اب كانت اسهل لي بصراحه، عشان اعمل استراكت وحاجات زي كده بتبقى سهله يعني. الكتله على الكاد افضل والاضاءه على الماكس.
لا بصراحة أنا كنت في مكاتب، كانوا المهندسين كانوا المعماريين معانا بيعملوا على الماكس على طول، أو سكتش أب يحولوا للماكس. طبعا انا بكلم حضرتك الافضل، احنا دايما بنتكلم لما حد بيسالني على حاجه انا بقول له الحاجه الافضل، الافضل في وجهه نظر انا، ممكن تكون في وجهه نظر حد تاني غير كده، لان كل واحد فيه برنامج بيستريح بيه فبيشتغل عليه. تمام، فانا اللي انا شايفه في 3 دي لو هتعملي سكتش سريع، سكتش اب، برنامج سكتش اب اظرف. لو ماكس طبعا لو هتعملي برسبكتيف ولا حاجه واظهار بقى وحاجات زي كده بتبقى طبعا ال 3 دي ماكس اقوى. ربنا يجزيكم خير كلكم. فاضل نقطه اخيره بقى اللي هي الايه، الهاتش. انا يا جماعه عندي هو مساحه عندي مساحة زي دي وعاوز ارسم فيها بلاطة مثلا، ولكن البلاطة دي مش موجودة في الهاتش عندي، فانا عايز احطها هنا. فمثلا هي البلاطة هي عاملة كده، ده البلوك اللي عايز ابتدي اعمل فيه الحاجه، فهقول له اعمله بلوك عادي هسميه مثلا 001. البيس بوينت بتاعته هنا اهي، الاوبجكتس اهي، تمام كده. مش عايزه انا في البلوك اديتور، اقول له اوكي اهو بقى موجود كده. تيجي نجرب حاجه ظريفه كده، راحت فين؟ اسمها سوبر هاتش هنا، كلمه اكسبريس درو سوبر هاتش. هقول له انا عايز بلوك، فبيقول لي البلوك هو فعلا هو 01. هقول له اوكي اهو سبيسيفاي انسرشن. دي نقرا مثلا تحت في الكوماند لاين بيقول لي انسرش سبيسيفاي انسرشن بوينت اهي دي. بعدين بيقول لي ايه، انتر اكس سكيل فاكتور. هقول له 1 الواي 1 روتيشن 0. تمام كده. Is the placement of this block acceptable؟ هقول له yes. بيقول لي المكان كده مظبوط تمام؟ هقول له yes. خلاص اهي اهو فيه. تاني يا جماعة معلش. دكتور يوز اهو انتر روتيشن 0 يس سبيسيفاي اهو تمام كده. بيقول لي انا عايز اقول له، بيقول لي البلوك خده ده فوق مركزه فين؟ اقول له المكان ده اهوت اهو. بيقول لي خلاص، اقول له يس انتر سبيسيفاي ان اوبشن ادفانس انترنال بوينت تمام انتر. راح اعمل لي البلوك اهو.
لان النقطه اللي انا عملتها من هنا الاول خدت الحجم وبعدين قلت له فراح قلت له المساحه هي كلها حط فيها. طب انا عايزه المساحه من هنا لهنا بس بتاعتي. نرجع تاني ده البلوك بتاعنا نقول له سوبر هاتش تاني البلوك اهو اوكي هقول له من هنا لهنا. انا مش عارف مش هظبط ليه النهارده كده اوكي اقول له دي سكيل 1 1 روتيشن انجل تمام يس. بقول له بقى ايه المساحه اللي انا عايز احددها هي دي اهي. بعدين سبيسيفاي بلوك فيرست كورنر من جنتر اهو تمام كده سبيسيفاي بلوك اكستنشن مش عايز اظبط ليه مش عارف اهو. شفت يا جماعه الحاجات دي كلهم بلوكات جنب بعضهم ازاي وخد الشكل بتاعي اللي انا عايزه اهو. لو عملنا اكسبلود بقى هتلاقي بلوكات كل البلوكات هي موجوده الشكل بتاع البلوك ده موجود هنا اهو كاوبجكت وهنا اوبجكت برضه اهو خدوه معانا. شباب مش عايز اظبط معايا ليه النهارده كده مش عارف فيه ولكن يعني لما قلت له النقطه هنا اهي راح ايه راح واخد الشكل بتاعي ونسي وساب الحته دي كانه هاتش بالظبط عادي تمام يا جماعه. مهندس حنا ربنا يجزيك حضرتك خير ربنا يجزيك انت خير ان شاء الله تمام كده يا جماعه هني ولا ايه. انا كده ان شاء الله خلاص اتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليكم. اتمنى نكون استفدنا من بعض كويس وانا موجود اي وقت الواتساب واتساب موجود الواتساب موجود يا جماعه في اي وقت. حاضر جزاكم الله خيرا كلكم ان استحملتوني انا كضيف تقيل ضيف تقيل عليكم استحملتوني اشكركم على الاستحمال دهوت جزاكم الله خيرا. حاضر اي حد موجود ادي الواتس بتاعي عشان لو من بره مصر باشمهندسه نعيمه يعني نحن اخوه احنا عرب كلنا ونحن اخوه وجزاك الله خيرا وشرف لينا ان من تونس موجودين معانا شرف لحضرتك لينا ان احنا حضرتك موجود. الرقم بتاعي عشان نبقى دولي بقى عشان ما يبقى عشان المهندسه لو حبت حاجه لو حد من بره مصر 12 2 6 5 6 نحبكم هنجيب عصير قصب حاضر او نجيب بقى اسوس ونشرب حاضر. الرقم بتاعي هو يا جماعه ساعات بيبقى 02 12 عشان بس كده او كده يعني موجوده تمام كده يا جماعه. اتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليكم اتمنى نكون استفدنا من بعض. اللقاءات دي بصراحه افادتنا اكتر كتير جدا وان شاء الله نتقابل تاني في كورسات تانية هتتعمل طبعا. ده بالنسبه للحاجات اللي موجوده. بالنسبه لاي حد عايز اي حاجه انا عينيا حاضر ادي معايا الرقم الواتس بتاعه اهو اللي عايز يبعت لي او في الجروب نفسه انا حاضر واليوتيوب بتاعي معاكم. امين يا رب ربنا يجعلك في حسناتنا ربنا يجعلك في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله. هذا اليوتيوب ده ايه ده؟ مش بتاعي مش ده. ثانية واحدة يا جماعة. أهو ده اليوتيوب بتاعي.
انا اسم حسن العسوس. ده اللي هي ASOS العسوس 2000. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نسال الله ان يكون في ميزان حسناتنا جميعا. بعتذر ان اللقاءات كانت قصيره، ما ادريش في مواضيع كتير ما غطيناهاش، ولكن انت اللي عسول يا عسول. جزاك الله خير يا اخي، عسلك الله. تسلم يا غالي. انا معلش في مواضيع كتير ما غطيناهاش، فهنغطيها ان شاء الله لو جه لقاء او لو اي حد وقف ما مشكله، انا حاضر. وان شاء الله نتقابل تاني في كورس الليزب. واتمنى يا جماعه تراجعوا الكورس بتاع اوتوكاد ادفانس، لانه مهم جدا 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 خصوصا في المكاتب. ميل.